هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري بحلول الذكرى السابعة لثورة 30 من يونيو المجيدة. قال بيان صادر عن التنسيقية: تحل علينا تلك الذكرى في خضم اضطرابات ونزاعات تهب على المنطقة، لتكشف معها عن الوجه القبيح لجماعة إرهابية اتخذت من الدين ستارا لأفعالها ولم تؤمن أبدا بمفهوم الدولة الوطنية، لتؤكد لنا أن مصر كانت ستحقق أن تسقط بين براثين تلك الجماعات الظلمية والتكفيرية. تبع البيان: نحن نرى بأعيننا منهم من يبيع ثروات بلادهم ويعين المحتل على أهلها تحت شعارات زائفة وبراقة تخادع بها عاطفة الشعوب وتحاول إحياء الخلافات العثمانية، في نفس الوقت الذي يتمتعون بعلاقات مع أعدائنا بأجنداد وميليشيات إرهابية. أضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لا يفوتنا أن نتقدم بتحية إعزاز وتقدير لكل شهيد من قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة في مواجهة إرهاب تلك الجماعات. نجدد ثقتنا في درع وسيف أمتنا في مواجهتهم لحفظ أمننا القومي وحماية مقدرات الوطن.